أيضا سيعلن على تأجيل الدورة في هذه اللحظة. كيخرج أخيرا خرج مشات لي الهيبه ديالو مشات لي تل مشات لي الهيبه ديالو صراحه. فدوى و الجباري هذا ما اللي حاضر دخلتي ليه في الكابين المشاهدين الكرام. كما كان منتظرا الرئيس كيعلن على كيرفع الجلسة إلى حين وإعادة استدعاء أعضاء إلى جلسة ثانية. إذن هذا هو السيناريو دائما نفس السيناريو. النواب والمستشارين كيقاطعوا الرئيس لأنهم هما كيدعوا إلى الإطاحة بكموش كيدعوا إلى رائحة كموش إطاحة بها أو قدم استقالة ديالو. الجلسة كانت فيها مشاحنات مشاجرات كارثة. إذن كما قلنا مشاهدينا الكرام باش نوضعكم في الصورة. إذن جلسة أو دورة ماي النواب والأغلبية المطالبة برحيل كموش ما حضراتش وبذلك لم يكتب النصاب. إذن القانون كيقول أن الرئيس غيعاود استدعاء إلى بعد ثلاثة أيام الأعضاء وغالبا ما غاديش يحضروا وما غيحضروا حتى الاستدعاء الثالث وبالتالي ستكون هناك يعني نقاشات يعني ما غيدوزوا لي يعني حتى نقطه يعني حتى نقطه ما غدوز. هذا الشيء اللي باين واضح ويسعونا. اذا النواب الاطاحه بكموش كموش